هل اللغة العربية محفوظة بحفظ القرآن لها أم أنها محفوظة بحفظ أهلها لها؟ الأمران معا، لولا القرآن الكريم ما بقيت اللغة كما هي. لكن لعلك تعني هل يمكن أن تذهب اللغة العربية بوجود القرآن؟ لعلك تعني هذا؟ إذا كانت اللغة العربية محفوظة بحفظ إلهي لأنها لغة القرآن فلا نقلق لأنها هي محفوظة بذاتها، لكن إذا كان عليها خطر وقد تموت هذه اللغة وقد تندثر وقد تتأثر، فعلينا واجب نحن، ويجب أن نحن نتحرك. على كل حال، أنا حينما أتكلم في محاضراتي كلها ما أتكلم من منطلق الخوف على أن اللغة تموت أو عدم الخوف عليها، لا، هذه مسألة جرى بها الكتاب. فلو قدر الله أن اللغة تندثر وخفت أنت عليها فخوفك لا يقدر، خوفك لا يقدم لا يغير القدر. فينبغي أن تكون دائما هذه مسألة بمعزل. بعض الناس يقول الخوف على اللغة واللغة لن تموت. الله أعلم، تموت أو لا تموت، هذا قد أمر تموت؟ بيد الله. نعم، قد تموت اللغة نعم، العربية؟ قد تموت. الآن كون اللغة العربية محفوظة في القرآن الكريم، القرآن مقروء في الدول الإسلامية غير العربية، ولكن هل فيها لغة عربية؟ لا. لا. نقول إنها حية في الهند، حية في ماليزيا مثلا؟ لا، لا وجود لها. من حيث هي لغة متكلمة يكتب بها ويتعامل بها، لا وجود لها. وتخيل أنت أن بلدا عربيا غلبت فيه اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، وأصبحت اللغة العربية لا تتجاوز القرآن الكريم، يقرأ تعبدا، ألا نقول إن اللغة العربية فيه قد ماتت؟ فاللغة يمكن أن تموت بوجود القرآن الكريم، هو الذي حفظها إلى الآن وعلق قلوب الناس بها هو القرآن الكريم، لكنها يمكن أن تموت ويبقى القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا تلازم أبدا بين الاثنين. هذا الحفظ أليس جزء من دلالته هي أن تكون حفظ اللغة محفوظة؟ إذا أراد أهلها. الآن عندنا مثلا اللغة اللاتينية ترجم إليها الإنجيل، والإنجيل باق باللغة اللاتينية، لكن هل حفظت اللغة اللاتينية أو ماتت؟ ماتت اللغة. لو افترضنا أن اللغة العبرية هي التي كتبت بها التوراة كما هي اليوم، ألم تمت اللغة العبرية؟ وإنما أحيت لما أريد أن تقام دولة إسرائيل، كانت ميتة، نبشت من قبرها. فلا تلازم أبدا بين حفظ القرآن الكريم وحفظ اللغة. نعم، قد تبقى عندنا هذه الملايين من الكتب لكننا ما نعرفها. اتضحت الفكرة.